رحب مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو الكاتب السياسي اليمني السيد نبيل الكاري. مرحبا بك استاذ نبيل. اذا قمم عربيه خليجيه ويعني ثلاث قمم في وقت حساس تشهد فيها المنطقه تحركات وتوترات، كيف ترى تاثير هذه القمم في الاحداث التي تحصل في المنطقه؟ لا شك ما تمر به المنطقه العربيه من تحولات واحداث كبيرة هي تتطلب الكثير من الجهود. هذه الجهود التي ينبغي أن تكون واقعا على الأرض أكثر منها قمم واستهلاك إعلامي مثل هذه القمم. أنا باعتقادي أنه العمل على الأرض هو الأجدى في مواجهة هذا الاجتياح الكبير للمنطقة من قبل إيران وميليشياتها ونفوذها الذي عم أكثر من أربع عواصم عربية. اليوم نحن أمام سقوط لصنعاء ودمشق وبغداد. اليوم بغداد صور الخميني ترفع في شوارع بغداد وفي في 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 مناطق ما كان يحلم الإيرانيين أن يصلوا إليها. نحن أمام حقيقة يعني الاحتلال الإيراني بكل ما تحمل الكلمة. الاحتلال الإيراني أنا باعتقادي لا يتطلب مجرد فقط قمم، وإنما يتطلب بتر هذه الميليشيات التي أصبحت تمثل يدا إيرانية في المنطقة العربية، ابتداء بالحوثيين وحزب الله أو حتى بالميليشيات الحاكمة اليوم لدمشق والحاكمة أيضا لبغداد. وبالتالي مثل هذه القمم يفترض أنها تتحول إلى أجندات عمل على الأرض إلى مواجهة هذا المشروع. وأنا باعتقاد أنه اليوم الساحة اليمنية هي أكثر ساحات اليوم وجود فيها معركة حقيقية بكل ما تحمل الكلمة معنا. أنا باعتقادي لو ضربت هذه الميليشيات في اليمن سيكون من السهولة بعد ذلك بمكان التخلص منها في أي مكان آخر. اليمن يمثل عمق استراتيجي أيضا، ولا تنسى انه اليمنيون كانوا شركاء في 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 مواجهه التغول الايراني في الحرب العراقيه الايرانيه، وسقط لدينا مئات الشهداء في العراق للدفاع عن بوابه الوطن العربي الشرقيه. اليوم نحن اليمن تواجه هذا الخطر الايراني الذي تمدد ووصل الى صنعاء. فانا باعتقادي القمه العربيه هذه والقمه الاسلاميه يفترض أن تتحول من بروتوكول إعلامي إلى بروتوكول عملي على الأرض. هذا العمل على الأرض يتمثل بإسقاط الانقلاب في اليمن. هذا يقودنا إلى سؤال أستاذ نبيل، وهو دعوة الدول العربية في القمم الثلاث إلى مواجهة التغول الإيراني. هل العقوبات الأمريكية المفروضة الآن على إيران، والتي يعني الولايات المتحدة الآن تصعد من هذا الموضوع في خطاباتها وفي تصريحاتها، هل يمكن أن يساهم ويسهل عملية محاربة الوجود الإيراني أو التغول الإيراني في الدول العربية؟ لا شك الحصار الاقتصادي الأمريكي هو يشكل يعني كثير من الإشكاليات للاقتصاد الإيراني وعمل على إضعاف الاقتصاد الإيراني. لكن اعتقادي أيضا أنه التعويل على العقوبات الأمريكية فقط في مواجهة النفوذ الإيراني والميليشيات الإيرانية باعتقادي ليست كافية. مواجهة النفوذ الإيراني اليوم لا يتطلب حملات إعلامية ولا حتى، وهي مطلوبة في طبيعة الحال لكن ليست الاعتماد عليها فقط. النفوذ الإيراني يتطلب اليوم ضرب هذه الأذرع، إسقاط انقلاب في اليمن، إسقاطهم في سوريا، إسقاطهم اليوم. المنطقة العربية أصبحت مهددة بالنفوذ الإيراني، وأصبحت ربما إيران وصلت إلى خطر ربما يفوق الخطر الإسرائيلي كوجود على الأرض من حيث إسقاط عواصم عربية خلال مدة قصيرة من الزمن، فيما إسرائيل أكثر من 70 سنة مش قادرة تسيطر على كل فلسطين. وبالتالي الخطر الإيراني اليوم هو خطر يعني استراتيجي بحكم أنه يضرب ويمزق هذه الأوطان من الداخل، ولا يستطيع مجابهة المنطقة العربية كإيران كجيش كنظام، إنما من خلال تفكيك النسيج الاجتماعي العربي وخلق صراعات إثنية وقومية وطائفية تؤدي إلى هذا الترهل والتفكك في المنطقة العربية. هل تتوقع أستاذ نبيل أن يكون البدء عمليا كما أشرت من اليمن؟ وذكرت أن يعني الحوثيين الآن الذراع الأقوى لإيران في هذه المنطقة، فإن حقق الخليجيون أو العرب لنقول المجتمعين نصرا حاسما على ويعني حاولوا تقويض هذا النفوذ الإيراني في اليمن، فستكون البداية جيدة لمحاصرة إيران. هل تتوقع أن تبدأ عملية عسكرية قوية؟ إذا لم تبدأ عملية عسكرية قوية من الآن أنا باعتقادي أنه دعني أكون متشائما وأقول لك ربما قد تكون القمة العربية الأخيرة، إن لم يكن هناك تحرك حقيقي وجدي بعيد عن الحسابات السياسية الضيقة التي
لا تنظر إلى ما بعد هذه المعركة. يعني هناك الحسابات الضيقة التي تتمثل بالتباينات الموجودة في الصف الداخلي في المنطقة العربية أو في الساحة السنية بشكل عام، والصراعات الجانبية هي التي تؤدي إلى تفكيك الجبهة، جبهة مواجهة إيران. إيران جبهة متماسكة رغم الفسيفساء الطائفية الموجودة التي تضمها. إيران ليس كل أتباعها شيعة 12 جعفرية، في اليمن زيدية وبينهم تكفير في التفتاة والتكفير، في سوريا أيضا علويين ودروز وما إلى ذلك. يعني هناك يختلفون في يختلفون في أشياء كثيرة، ولكنهم في الهدف الاستراتيجي مجتمعون. نحن في الصف السني الجميع كتلة واحدة، ثقافة واحدة، امتداد ثقافي وديني وإيديولوجي واحد، لكن لتكمل الكارثة أن هناك أجندات سياسية تعمل على تفتيت هذا التكتل السني. لكن في هذه القمة وجدنا كذلك من اعترض على البيان الختامي للقمة بمحاربة إيران ومواجهتها، أبرزهم طبعا العراق، للأسف يكون دائما هو الطرف الرافض للإجماع العربي على توصيف إيران بأنها إرهابية أو محاربتها أو كذا. كيف يمكن أن تتعامل الدول العربية مع هذه الحواجز، العوائق التي تأتيها من داخلها، من بلدانها وأوطانها؟ ما يعني أنا باعتقادي من غير المنطق نحن نطالب العراق بموقف عروبي. العراق نحن سلمناها لإيران على طبق من ذهب بقبل بيد الولايات المتحدة الأمريكية. نحن سكتنا حينما ضربت العراق وحينما شتت العراق ومزقت العراق، ورأينا المجازر الطائفية التي ارتكبت في حق أهم مكون في العراق. لماذا نغض الطرف عن هذا التاريخ القريب الذي أدى إلى إضعاف العراق وتحويله إلى ولاية إيرانية؟ العراق اليوم ولاية إيرانية، شئنا ما بين ولاية إيرانية. وبالتالي اليوم عادة العراق للصف العربي يتطلب دعم القوى السنية، القوى التي اضطهدت والتي يعني شتت أبناؤها في المنافي والمعتقلات والسجون والمقابر. هذه الكتلة التي تم تدميرها وتم ضربها يجب أن تعاد اليوم لواجهة الأحداث في العراق. أما اليوم يعني كل الميليشيات الحاكمة في العراق ميليشيات تابعة للولايات الفقيه، تابعة لقم وطهران، وبالتالي كيف يعني كيف تتخيل أن يكون هناك موقف من الحكومة العراقية ينسجم مع هذا الإجماع العربي؟ أنا باعتقادي لا يستقيم الأمر بهذه الطريقة. هناك رغبة أمريكية الآن ولو عبر التصريحات بإنهاء دور هذه الميليشيات التابعة لإيران، نتحدث عن العراق. هل تعتقد أن هذا ربما يسهل المهمة لدى التحرك العربي والخليجي لإنهاء هذا الدور الإيراني في العراق؟ التعويل الكبير على الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران أنا باعتقادي لا يستقيم على منطق التاريخ ولا على منطق المنطق السياسي المجرد والبسيط. الولايات المتحدة الأمريكية نحن لا نغفل أنها في 2013 هي من أسقطت بغداد، وبعدها بعام دخل ما يقارب أكثر من مليون إيراني بجوازات عراقية ودخلوا واستوطنوا العراق. هذه حقيقة تاريخية، وكان جزء كبير جدا من الذين يصنعون السياسات اليوم في العراق من إبراهيم الحكيم إلى المهندس الزعيم عمار الحكيم، نعم كل هؤلاء القادات وغيرهم الكثير من القيادات الشيعية هم أتوا وتخرجوا في طهران وعاشوا كل عمرهم في طهران، واليوم هم يمثلون امتداد لهذا المشروع الإيراني ويمثلون الولاية الفقيه، ولا يمثلون الجمهورية العراقية ولا العراق العربي، هم يمثلون حتى لا يمثلون الشيعة. يعني بصريح العبارة هناك جزء كبير جدا من إخواننا الشيعة في العراق لا يستقيمون مع هذا المخطط، لكن لأنهم يستمدون شرعيتهم من ولاية الفقيه ومن النفوذ الإيراني في العراق، وبالتالي هم خدم لإيران. الملك سلمان بن عبد العزيز دعا إلى محاربة إيران، لكن هناك طبعا هو الإجماع العربي، لكن هناك متشائمون دعنا نصفهم بهذا الشكل، هناك من لا يعول على الدور العربي في إنهاء الوجود الإيراني، وإلا لشاهدنا قطع علاقات تام وعزل وكذا. لكن مع هذا نرى هناك تعاونا اقتصاديا قد يكون في بعض الأحيان، يعني تحركات عربية وإن كانت بسيطة موجودة هنا وهناك. لا أحد يعول على الدور العربي في إنهاء الوجود الإيراني، وإلا لأنها وجودها منذ فترة، ولا ما وصلت إلى اليمن ولا ما وصلت إلى سوريا أو إلى لبنان أو انتشرت في العراق. كيف يمكن إذن أن ننتهي من إيران والدور العربي كما يصفه البعض هو دور سلبي؟ لا شك أن الدور العربي دور سلبي. نحن ما وصلنا إلى هذا الحال إلا بفعل هذه السلبية التي اكتنفت المنطقة العربية، وخاصة ما بعد الربيع العربي. سقوط الربيع العربي، سقوط حكومة الربيع العربي كان إذانا بعودة عهد ما قبل الربيع العربي، وهو عهد يعني مزيد من الضعف، مزيد من التشتت،
مزيد من الاستبداد السياسي والقمع السياسي للحريات وتكميم الأفواه، كل هذا لا يبشر بخير، لا يبشر ب بوصول إرادة الأمة الحقيقية. يعني مثل هذه المشاريع الكبيرة، المشاريع التي تهدد المنطقة العربية، تهدد وجودي كإيران كإسرائيل كغيرها من المشاريع الكبيرة التي تهدد المنطقة العربية، هذه لا يمكن أن تواجهها الأنظمة بمعزل عن إرادة الشعوب. أنا باعتقادي أنه يعني إرادة الشعوب يجب أن تكون حاضرة في صناعة القرار العربي في هذه المرحلة وفي غيرها. لا يمكن لأمة من الأمم أن تنهض ما لم يكن هناك قرار شعبي عام وراء أي قرار سياسي تتخذه هذه الحكومة أو تلك. نحن في العالم العربي هناك فجوة كبيرة بين الشعوب وبين الحكومات. يجب أولاً للحفاظ على هذه على وجود هذه الأمة أن نردم هذه الفجوة بأن نعمل على تعزيز الإرادة الشعبية، الإرادة الجماهيرية، العمل على احترام حقوق وحريات هذه الأمة. بعد ذلك نطلب منهم أن يكونوا عوناً وأن يكونوا في الصف الأول في مقاتلة هذه المشاريع التي تريد القضاء على الأمة العربية. إذن شكراً جزيلاً لك الكاتب السياسي اليمني حسين نبيل البكاري. شكراً لكم.